مكملين معكم بإكسترا تايم، ومثل ما شفنا عاشت الجماهير الرمثاوية يوم أمس ليلة تاريخية بعد تتويجهم بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى بعد غياب امتد لنحو 40 عام. لهذه المناسبة طبعاً أكيد منقدم التهاني والتبريكات لمنظومة نادي الرمثا من إدارة، لاعبين وجهاز فني وجماهير أيضاً بهذا الفوز. لنحكي أكثر عن هذا التتويج معنا حارس نادي الرمثا مالك شلبية. ألف مبروك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي وألف مبروك لجماهير الرمثا كاملة، مدينة الرمثا كاملة، إن كانت في المدينة وإن كانت في عمان إن كانت في المملكة كلها وخارج المملكة. أنا قبل ما أحكي أي إشي يعني بدي أشكرك أنت شكر خاص لأنك إجيت، لأنه يعطيكم ألف عافية على الكل تعبان، الكل مش نايم. أنتوا وصلتوا الرمثا الساعة 5 الصبح وأنت كمان رديت رجعت على عمان ومع هيك أنت موجود معنا اليوم. هذا شرف كبير إلي أن أكون معكم وبينكم وأنا سعيد جداً. شكرا كثير لك. بدنا نشوف طبعا هذا التقرير عن تتويج الرمثا ونكمل حديثنا. يعني مالك أنت طبعاً أحد نجوم نادي الرمثا لهذا الموسم، إذا بدنا تحكي لنا هذا الموسم كيف كان بينكم أنتوا كلاعبين من ناحية التلاحم والتكاتف لحتى بلشتوا هذا الموسم وقدرتوا تتخطوا كل إشي فيه لتوصلوا هاي اللحظة؟ أول إشي فريق الرمثا اللي هو موجود حالياً جزء هو الفريق الوحيد اللي عنده استقرار فني كان على مستوى اللاعبين. نعم. إنه هذا الفريق من السنة الماضية كان موجود وكان بنافس بقوة السنة الماضية على بطولة الدوري لحد آخر يمكن أسبوعين أو آخر أسبوع فقد المنافسة. بجوز هذا الإشي الوحيد اللي خلى المستوى الفني لنادي الرمثا وفريق نادي الرمثا يفرق عن الفرق الثانية، لأنه بصراحة هذا شغل كان من إدارة النادي. نعم. اللي هي حافظت على الفريق، بالمقابل لاعبين النادي أنا بشكرهم كلهم، زملائي اللاعبين اللي ضحوا. يعني جزء الناس ما بتعرف شو صار معنا بالفريق، لاعبين كثير ضحوا، يعني أحكي بكل شفافية نزلنا عقودنا كلياتنا، نزلنا رواتبنا مشان وضع النادي المالي كان يعني شوي سيء والناس بتعرف، مقابل إنه إحنا نضل نفس المجموعة وتكاتفنا مع بعض وكان عندنا هدف إن نحققه، إن نسعد ونفرح هاي الجماهير، وقدرنا الحمد لله رب العالمين. أكيد. يعني يمكن نادي الرمثا مثل باقي الأندية مرأ بالعديد من الصعوبات، ومثل ما أنت قلت إنه من أكبر الصعوبات يمكن الأمور المالية اللي بتعاني منها جميع الأندية. أكيد. كل الصعوبات هاي اللي مرأ فيها النادي كيف قدرتوا إنكم تتخطوها؟
بصراحة يعني بهمة رجال الفريق وهمة أنا بحكيها دائما رجال الرمثة قدرنا نتخطى هاي الصعوبات. يعني بصراحة هذا الموسم يعني أنا بعتبره إنه اللاعبين لعبوا فيه مجانا ولعبوا هدية للنادي ولجمهور النادي. يعني بصراحة يعني كل لاعب نزل من عقده مبلغ يعني كبير مش صغير. بالمقابل يعني مثلا تكلفة فريق نادي الرمثة نادي الوحدات بنحكي ونادي الفيصلي تكلفة فريقه 4 أو 5 أضعاف فريق نادي الرمثة. لكن مش كل شيء إنه المادة، إحنا حطينا هدف إنه إحنا بدنا نوصل لمنصات التتويج، وكان عشان نوصل لمنصات التتويج إنه لازم نحافظ على هذا الفريق. نعم. حتى المحترف يعني مش لاعب أردني هو كولوبالي المحترف الوحيد اللي كان معنا حاليا الموسم هذا كمان يعني زي ما بنحكيها شرب الرجولة وشرب شرب النخوة الرمثاوية جزء من العيلة طبعا بحكي عربي أحسن مني صار وكمان ضحى وخصم من عقده مقابل أنه يضل وبين الذهاب والإياب إجا عقد على الكويت بمبلغ أكثر من 150 ألف دولار مع نادي كويتي ومعروف النادي ورفض يطلع مقابل أنه يكمل مسيرته مع نادي الرمثة. رهيب طبعا هذا دليل على أنه كل نادي الرمثة عبارة عن عائلة. أكيد أكيد يعني وهي بتحسب صراحة أنا بوجه تحية لرئيس اللجنة المؤقتة حاليا السيد عون الزعبي اللي قدر يحافظ على هذا الفريق. بصراحة قدم لنا خدمات كثير كبيرة الموسم هذا، اشتغل بكل ما يملك من طاقة وأكثر من طاقته اللي قدر يوفر لنا إياه. يعني يعطيه ألف عافية، إحنا بدنا نوجه له تحية، حكينا معاه الصبح حتى حرام صوته رايح من التعب من الفرحة مش قادر أكيد. من الفرحة ومن التعب وأكيد قد ما غنيت امبارح ضل معنا للفجر ونزل معنا على الرمثة. طيب مباراة صعبة امبارح وكلها أعصاب يعني خصوصا إلك خصوصا بعد هدف الجزيرة، كيف توصف لنا الشعور كيف كان؟ أهلا الشعور بصراحة يعني من قبل المباراة والواحد على أعصابه، بصراحة مباراة مصيرية، مباراة يعني تاريخية بتحدد بطل دوري، يعني انت بتحكي بطل دوري مش سهل، مش بطولة ثانية كبطولة كأس وهو هدف كمان هدف بالضبط. فمن قبل المباراة الواحد يعني أعصابه الله يكون بعونه حامل يعني آمال شعب كامل. يعني احنا طلعنا جزء من الرمثة قبل المباراة بخمس أيام عملنا معسكر مغلق في عمان حتى شوي الضغط خف عنا. على التمرين بيجوا الكبار بالسن بيجوا يعني بنحكيها بكل عاميه الختايري الختياريه شفناهم الشباب بالضبط. فانت لما بتشوف هذا المنظر بدك تفرحهم باي طريقه صحيح. فالواحد هون اعصابه يعني الواحد ما يعني بيكون مش يعني اكون واحد يكون الله يكون بعونه. مجريات المباراه صعبه جدا كانت والكل شاف، يعني احنا بالشوط الاول اجانا فرص وما استغلناها، وهلا بعالم كره القدم اللي بده يضيع فرص بده يستقبل اهداف، فكان مؤشر مش كويس بصراحة واستقبلنا هدف الشوط الثاني. لكن الحمد لله برب العالمين توفيق الله رجعنا، يعني حتى الهدف ما استغرق بعد دقيقتين يعني هدف التعادل قدرنا نرجع. وبتوقع يمكن لو الهدف طال شوي كان زادت صعوبة الموقف وصعوبة المباراة، لكن الحمد لله رب العالمين توفقنا وقدرنا نرجع بالمباراة الحمد لله. خلينا هلأ نشوف تصريحات مدرب الرمثة ورئيس اللجنة المؤقتة وبعض النجوم. الرمثة جينا كل مدينة والفوز بإذن الله بإذن الله لنا غالي علينا غالي علينا والفوز ما يحلى إلا بيدينا فرحة لا توصف زي ما أقول بعد سنين عجاف. الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز ومجهود اللاعبين والكادر الفني والإدارة والجماهير ما حدا قصر وكل كان على قلب رجل واحد. كنت واثق أنه حقق هذا الدوري وعندي أدلة بهذا الشيء. أولاً أهدي هذا الفوز للراحل المرحوم عمو بابا اللي هو مكتشفني الأول والأخير بالتدريب، فأهدي هذا الفوز وأهدي للجمهور العظيم هذا جمهور الرمثة وقدرت أحفر اسمي بياهم وقدرت أكون في قلوبهم، هذا بس هذا اللي أريده الحمد لله والشكر. أنا مع أعصابي قوية، أنا ما يهزني أي شيء، دعتك ما يهزني أي شيء أبدا. أنا من 1/4 قلت الدوري رمثاوي، ثقتي بالله عالية وعندي أبطال بالملعب ثقة عالية فيهم وعندي جهاز فني وتدريبي ثقة عالية فيه، لذلك كنت واثق أني راح أخذ الدوري وأخذت الدوري. شايف التيشيرتات اللي لابسينها الشباب شو مكتوب عليها؟
وعدنا فأوفينا الدوري لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد، ربنا كرمنا بالكاس، ونقول هارد لك الوحدات اللي هو الفريق المنافس. هسه يعني احنا طبعا رايحين على الرمثة، رايحين على مثل ما نقول شمل الكاس شمل، ماخذينه على الدوار ان شاء الله. مالك احنا بدنا نروح احنا وياك هلا على الرمسة عند مراسلنا زياد نصيرات اللي راح يكون معانا لينقل لنا الاجواء، لانه الاحتفالات لساتها مستمره. زياد مساء الخير. مساء النور. بالفعل الاحتفالات مستمره واستمرت طوال الليل امس. الكاس والفريق الرمثة وصل الى هذه المنطقه حوالي الساعه 5 فجرا، كان الطريق ممتلئ. عليك ان تتخيلي ان الطريق ابد عمان يعني ازدحامات مرورية كبيرة. توقف الكأس في ساكب، توقف في نعيمي، توقف في جرش، توقف في مناطق مختلفة. بالفعل تتويج نادي الرمثة هو نهاية جميلة لقصة طويلة من الصبر. الحلم تحقق بعد انتظار حوالي 40 سنة، لم ييأس أحد هنا، الجميع استمر في محاولة في محاولة الحصول على الدوري. معنا أحد المشجعين وهو فراس. السلام عليكم، كيف كانت أجواء وإيش شعورك بعد حصول الدوري بعد انتظار حوالي 40 سنة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة رؤيا اللي امبارح رافقتنا من عمان لحتى وصلنا مدينة الرمزة. أنا كنت أحد الأشخاص الموجود في داخل الباص اللي بقول للاعبين، أنا يعني امبارح اللي شفنا إحنا أول مرة بنشوف هذه الأجواء، عشناها من استاد عمان لحتى وصلنا الدوار الرمزة الرئيسي. شفنا الناس متشوقة وفرحانيتنا، حتى مش بس جماهير نادي الرمزة، حتى الجماهير الأخرى. شفنا الصغير الكبير، شفنا النساء، الكل فرحان لنادي الرمزة. هاي الفرحة يعني عمت الجميع امبارح، والحمد لله انه احنا كنا ناويين على انه نجيب بطولة، وهينا 2021 كان بطولة الدوري الرمثاوي، والحمد لله رب العالمين. تفضل تحكي لنا انت كيف شعورك الان بعد الحصول على اللقب والاحتفالات الضخمة اللي حصلت امبارح؟ الحمد لله على كل شيء، وقال الرمثة الحمد لله بالفوز هذا، الحمد لله على الكل خارج الاردن وداخل الاردن، وكل انسان بيشجع الرمثة ماشي الله يوفقه ويخلي ولاده يا رب. والحمد لله بنشكر ربنا على كل شيء، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، الحمد لله. وهذا فوز يعني من 40 سنه، الحمد لله تعودنا على 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 خسارات ما نكفايه، واستحملنا ما نكفايه، استحملنا الحمد لله. لليوم هذا استحملنا من 40 سنه واحنا نستحمل الحمد لله، ونشكر ربنا وشكرا لتلفزيون الرؤيه ونختف على انت جاي تحتفل مع ابنائك، شفناك مع ابنائك يعني كلهم ما شاء الله لابسين لبس الرمثة وبيحتفلوا، تحكي لنا ايش شعورك وكعائله؟ الله يعطيكم العافيه واهلا وسهلا بقناه رؤيا، جهودكم مباركه. الحمد لله هذا الفوز يعني بعد اعداد كبير من الفريق ومن الاداره ومن مدينه الرمثة، وكل الناس ما شاء الله فرحت، وما شاء الله هاي الفرحه اللي صارت اليوم ومبارح صار لها 40 سنه بتتكرر بكل مدينه وبكل كل منطقه في مدينه الرمثة وفي كل المدن. الحمد لله الحمد لله، جهد كبير اللي اشتغلوا وقدموا ولعب ما شاء الله كان عليه ممتاز. بنشهد الروح يعني بنشكر الروح الرياضيه الموجوده عند الأفرقة، جهد كبير قدمته يعني سمو الامير علي ما شاء الله عليه، قدم جهد كبير لكل الانديه، وان شاء الله يعني هذا كله ينعكس على مخرجات منتخبنا الرديف ومنتخب الاول. والله يعطيكم الف عافيه والف مبروك الفوز لمدينه الرمثة ان شاء الله. الف مبروك. يعني بس شوي صغير، ارجع لورا خلي الصبيه تحكي، بس ارجع لورا شوي صغير، احكي لنا الصبيه اقعد من هون شوي صغير حبيبتي، احكي لنا شو شعورك ومنين جاي؟ جيت من الاربد لاهل الرمثة، اني بحب الرمثة وبشجع اهل الرمثوية. شكرا. حدث لنا بس فوق فونا شوي صغير الطفل هذا، تفضل تحكي لنا ايش شعورك هون بس على الشعور. شعور لا يوصف. يعني احنا بنشكر جماهير المملكة الأردنية الهاشمية من شمالها إلى جنوبها إنها أزارتنا، بنشكر كل واحد إجا دعم الفريق بلا مزاودة. كل المملكة فرحت بعد 40 سنة، واحنا بنشكر الجماهير قاطبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبنشكر ولي العهد على تحفيزه لنا وعلى الشكر المتواصل وعلى التهنئة اللي وصلتنا منه. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش.
الاكلات استمرت طوال ساعات الليل كما تحدثنا. ممكن تعرفنا منين انت وايش شعورك؟ انا محمد العبدوني من الاغوار الشماليه منطقه المشارع. انا من امبارح لليوم وانا بيات بالرمثة، وبحيي كل واحد بشجع نادي الرمثة، الله يحييهم. رفعت روسي. شو شعورك بعد 40 يعني بعد حوالي 39 عام تحديدا والحصول على الدوري؟ والله انا بالنسبه لي من كثر فرحتي اني جيت من امبارح وبيت عيني بالرمثه، بتت بسيارتي. لا اهل الرمثه انا بفديهم دمي. يعيش جلاله الملك عبد الله الثاني ابو الحسين. يعيش جلاله الملك عبد الله الثاني ابو الحسين. يعيش يعيش يعيش. نبيك يا ابو حسين. بالروح. كما تشاهدون تستمر لا يزال الأغلب لم يستيقظوا بسبب يعني انتهاء الاحتفالات بوقت متأخر. من يعني مشهد أكثر من رائع زي ما حكوا الجماهير، أكيد كل المملكة فرحانة بفرحة الرمثة والرمثاوية. حديثنا مستمر عن هذا التتويج، ورح نشوف كمان أكثر عن الجماهير وعن هذه الاحتفالات، وضيفنا مالك رح يكون لسه كمان موجود معنا، ولكن بعد الفاصل. عين على الدنيا وعلى الدنيا وعين، وحب الرمثة عايش فينا جنو بلوى أو علفينا، يا رب الحب ولا لا تشفينا. هاي 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 تشفينا. هاي 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 رجعنا لكم من جديد ومكملين معكم بإكسترا تايم، والحديث عن تتويج الرمثة بلقب دوري المحترفين، وضيفنا مالك شلبية حارس مرمى الرمثة. برحب فيك من جديد مالك. يعني أحلى من هيك مشاهد يمكن نقدرش نشوف. أبداً، متعة بصراحة. طيب أنا بدي أسألك عن تصريح خاص كان لك لرؤية. أنت حكيت أنه كرة القدم بالأقوال وليست بالأفعال وليست بالأقوال، شو قصدك؟ يعني كلام واضح، يعني بمعنى أدق، البطولات كرة القدم والبطولات تحتاج لأفعال وليس إلى أقوال ولا تصريحات خلف الشاشات. يعني أنا إذا بدي بطولات لازم أنزل وأفوز على خصمي بكرة القدم طبعا، أو منافسي نحكي بشكل معنى أحلى. يعني مش أنا بدي أروح بالحكي ولا بالسوشيال ميديا ولا بأي وسيلة تانية أنا بحاول أضغط على منافسي. يعني بصراحة الكل شاف، يعني الموسم هذا خصوصا، الموسم هذا كان موسم استثنائي لنادي الرمثة. يعني إحنا خسرنا طول الدوري يمكن 3 مباريات فقط لا غير.
وقدرنا نحقق النسبة الأكبر بالفوز، والأرقام بتحكي من أهداف، من شباك نظيفة كلين شيت، من دفاع للمنظومة كاملة. فإذا بدك بطولات لازم تتعب، لازم تتمرن أكيد، لازم تفوز، مش بالحكي، هذا معنى الكلام. طيب هلا نادي الرمثا اشرف عليه هذا الموسم ثلاث مدربين، نحكي عن الكابتن بلال لحام، نحكي عن الكابتن جمال محمود، وايضا الكابتن امين فيليب، نوجه لهم تحيه الثلاثه، يعطيهم الف عافيه. وبكل تاكيد لكل مدرب كان في اثر معين في مسيره نادي الرمثا باتجاه التتويج باللقب. فكيف كانت قياده كل مدرب للرمثا بالفتره اللي استلمها بالنسبه لكم كلاعبين؟ اكيد اول شيء يعني هلا كره القدم معروفه، كل مدرب له فلسفته. اول شيء انا بحيي وبوجه تحيه لجميع المدربين اللي اشرفوا على نادي الرمثا، بدايه من الكابتن جمال محمود، بوجه له كل التحيه بصراحه، يعني ما بخل على نادي الرمثا باي، يعني نحكيها باي قطره عرق قدر يبذلها، وهو سبب من الأسباب نجاح فريق نادي الرمثا. الكابتن جمال حمود كان معنا من الموسم الماضي فترة طويلة، وبلش بداية الموسم لكن لظروف خاصة ترك تدريب نادي الرمثا. استلم بعدي الكابتن بلال لحام، بنوجه له كمان تحية، اللي اشتغل على قولة الرماثة بنظام الفزعة، إجا اشتغل مجانا فزعة لنادي الرمثا، برضو ما قصر، قدم كل اللي عنده، وفزنا معه بسلسلة مباريات كثير كبيرة، وإدارة الرمثا تمسكت فيه جميل، وحكوا معه أنه يستمر لكن هو اللي رفض. بالنهاية الكابتن أمين فيليب إجا ختم المسيرة، يعني أحلى من هيك مسيرة ما فيه، والكل شاف الحمد لله توجنا بطولة الدوري، والكل اشتغل، يعني بصراحة شغل منظومة، فهذا الإنجاز يحسب للكل. جميل. طيب هلا هذا اللقب ماذا يعني للرمثا بالموسم المقبل؟ انا حكيتها امبارح، انا طبيعتي بالحياه انسان متفائل. جميل، حلو التفاؤل. طبعا انا حكيت هاي بدايه، هاي بدايه ان شاء الله الافراح لنادي الرمثا. الرمثا معروف 40 سنه غاب عنها الالقاب، طبعا انا يعني فخور وسعيد جدا بالانجاز هذا، انه بعد 40 سنه الرمثا توج بلقب الدوري. انا كنت يعني من ضمن المنظومه، لكن انا بحكي لهم هاي بدايه الافراح. يعني هلا بدايه الموسم راح تكون في مباراه كاس السوبر، كاس الكؤوس، راح تكون مع بطل، ننتظر بطل الكاس، بدايه بطوله، في بعديها مواسم بطولات كثيره راح تكون، ان كانت درع، ان كانت كاس اردن، ان كانت دوري، ان شاء الله بنقدر نفرح هاي الجماهير. جمهور رمثا بيستاهل انه من زمان يتوج بصراحه في بطولات. ان شاء الله بدايه الافراح هاي باذن الله. ان شاء الله خلونا نشوف هلا مقابلات جمهور الرمثا بعد المباراه امبارح. الفرحه مش وافقتنا، الحمد لله من 40 سنه ما اخذناش الكاس والدوري يعني، والحمد لله اليوم تم اللعبه مضبوطه. الحمد لله. سؤال حاج، من اي ساعه انت متواجده هون باستاد عمان؟ والله جيت من الساعه 12، بس ضفنا ناس احنا، بس ما في يعني هاي التعب اخذته بالتتويج. لا لا مش تعبان الحمد لله. الرمثويه لما تكون فرحانه شو تسوي؟ لا لا ولا حاسب تعب، الحمد لله رب العالمين. سمعنا زغروت رمثويه ولا لا؟ تكرم. الحمد لله، ألف ألف مبروك الفوز، وإن شاء الله الكاس كمان، والكاس إنا بإذن الله إن شاء الله يا رب. اطلعوا يا عم على الهواء مباشرة، أنت كنت واحد من الرابطة وشفناك أعصابك منهارة بالمباراتين السابقين. والله يعني الأعصاب منهارة من زمان، بس المباراة هي ما أنت عارف نهائية وحساسة، وبدك الصحيح يعني في بعض الترتيبات كان عليها علامات استفهام. بعيدا عن الجماهير احنا منسقين الحافلة هاي، الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى، كل الشكر لكل منظومة نادي الرمثا، ما حد قصر، الداعمين، الجمهور، الإدارة، المدربين، اللاعبين، جزاهم الله خير، ألف مبروك اللي فرحوا الشعب الرمثاوي العظيم. يعني يمكن الحجة كانت هي الشغل الشاغل على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح مع الزغروتة. أكيد الله يطول عمره ويعطيها الصحة. يعني بصراحة لما بتشوف مناظر زي هاي، هاي لحالها أكبر دافع، أكبر طاقة إيجابية، أكبر بتعطيكي شغف، بتعطيكي حماس انك انت تلعبي بكل ما اوتيتي من قوه مشان تفرح هاي الناس. يعني بصراحه منظر بقشعر البدن، يعني لما تشوفي مره ختياره زي هيك جاي على الملعب تدعي، تاركه كل شيء عندها جاي على الملعب مشان تشجع فريق نادي الرمثا،
فبتستاهل تستاهل الفرحة هاي أكيد. طيب هلأ أنا بدي أسألك سؤال. كنا قاعدين عم نحكي عن الشعور وعن الأجواء بعد المباراة. قبل المباراة لما أنتوا وصلتوا على الملعب يمكن شوي اللاعبين بيكونوا مركزين مع نفسهم، بدنا نفوت المباراة، إيش بدنا نعمل؟ بس كيف شفتوا الأجواء وأنتوا فايتين؟ قديش كان في جمهور موجود لما أنتوا وصلتوا لحظة وصولكم؟ أكيد لحظة الوصول يعني كان الجمهور رمثا أول إشي عشان تكون بالصورة، أول ما نزلت التذاكر خلال 20 دقيقة كانوا منتهين، نفذت، ولو في 100,000 تذكرة كان انباع أنا متأكد، ولو سمحوا إدارة الأزمات بتنسيق مع الاتحاد إنه يفتحوا الملعب كامل كان لقيت 30,000 بالملعب. فالأجواء كانت كثير حلوة، أول ما وصل الملعب كان يعني جمهور رمثا مغطي مساحته كاملة. بس في لقطة بجزء ما فيش حدا انتبه لها، في ناس نطوا من السور كانوا دهنين حالهم مكتوب عليهم مجانين الرمثة، حتى اجى الدرك بده يطلعهم، كان منظرهم كثير 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 حلو. حلو. ما فيش مجال يدخلوا فنطوا من السور. انا لحد الان نفسي اعرف كيف طلعوا على سور استاد عمان. رجعنا لكرة القدم زمان، كيف عن جد كان قد ما الاستاد مش واسع والمدرجات مش واسعة كانوا الجماهير برضو ينطوا من فوق السور لحتى انهم يتابعوا. اكيد انا مستغرب، يعني معروف السور استاد عمان طويل كثير، كيف طلعوا اثنين هم دهنين حالهم كيف طلعوا فوق انا ما بعرف لهسه. هي احنا طبعا قاعدين عم نشوف مشاهد من مدينة الرمثة امبارح بالليل بعد الفوز، وهاي طبعا الاحتفالات استمرت للصبح. كيف شعوركم كلاعبين لما بتشوفوا أو بتكونوا موجودين في وسط هاي الاحتفالات وأنتوا كمان باص مكشوف طالعين يعني شايفين كل إشي كنتم؟ 100% بصراحة لا حسينا في برد ولا حسينا في تعب، شايفين المناظر هاي فرحانين، يعني إحنا طالعين بباص مكشوف طلعنا فيه من عمان للرمثة، طبعا طريق من كثر الأزمة والسيارات اللي كانت راكبة معنا طريق استغرقت أكثر من 5 ساعات عبما وصلنا للرمثة، لكن طول الطريق فرحانين مبسوطين وشفنا المناظر هاي وشفنا جمال بتنذبح وشفنا شفنا اشياء كثير، شفنا نسوان بالشارع، شفنا شباب بالشارع، زلام كبار بالعمر بالشارع، يعني على مستوى تعب الواحد ما حس بالتعب. أكيد. لاعب مباراه قويه فيها شد عصبي فيها ستريس، خلصت المباراه طلعت بعد التتويج احتفلت ما حسينا بتعب طول الطريق طول 5 ساعات واحنا نحتفل في الباص ونغني ونحتفل وما حسينا في أي تعب. يعني أنا روحت من الرمثة الساعة 6 الفجر وإحنا بنحتفل وأبدا ما حسيت في التعب، حسيت في التعب لما وصلت لما البيت. توصل خلص تحس الفرحة البيت. زي المخدر ما تخلي أبدا أبدا أبدا، يعني الواحد ما كان بده اليوم يخلص بصراحة. أكيد. وأنا متأكد أن الاحتفالات راح تستمر بالرمثة لأيام. طيب بعد كل هذا الدعم الجماهيري وبعد كل هاي الفرحة شو المطلوب من لاعبي الرمثة في المرحلة المقبلة والموسم المقبل؟ بصراحة سؤال مهم ونقطة مهمة. هلأ المطلوب قبل لاعبين الرمثة مطلوب من إدارة نادي الرمثة، لأنه حاليا أكثر من 9 لاعبين أو 8 لاعبين أساسيين انتهت عقودها، فالمطلوب من إدارة نادي الرمثة الحفاظ على هذا الفريق، هذا الفريق اللي أحرز بطولة الدوري، فريق مش سهل، فالمطلوب المحافظة على الفريق المنظومة كاملة، مش لازم تفرط بأي لاعب، بالإضافة ممكن تعزز الفريق بلاعب أو لاعبين فقط لا غير. في حال تمت المحافظة على هذا الفريق المطلوب من لاعبين الرمثة الاستمرار بالعمل، والمعروفين لاعبين الرمثة إنهم يعني بيلعبوا لأجل مدينتهم، بيلعبوا لأجل الجمهور، فإن شاء الله بيقدروا يفرحوهم كمان في بطولات أكثر. إن شاء الله بدي أتمنى لك التوفيق، نتمنى للرمثة التوفيق، ألف مبروك مرة تانية. الله يبارك وشكراً فيك. من القلب إنك كنت معنا اليوم. الله يسلمك، أنا بتشكركم على الاستضافة الحلوة وأنا سعيد جداً ومبسوط جداً إني كنت معكم. وإحنا مبسوطين فيك، أهلا وسهلا فيك. أهل شكراً مالك.